الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. اليوم السبت الموافق 10/10/2020 تم تحميل 19 طن من مجزر بساتين وتوصيلها إلى مديريات الأوقاف وكلاء الوزارة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. القاهرة 3 طن، والبحيرة 4 طن، والغربية 4 طن، والدقهلية 4 طن، والمنوفية 4 طن. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.